الملح لان ما بقيناش بزاف ديال الوقت. نعطيو بزاف السيدات بغاو الطريقه ديال فقاس الملح. غادي نديرو فقاس الملح داك الصغيور بالنسبه ديال الكروفيت. الله هذوك لي زاموزغول اللي كنقولو مقرمش تيكونوا زوينين وتتبقي كت هذيك منصبه ملي كيكونوا في الدار ملي كيكونوا في الدار تتخول تبدل الحاجه. شنو الطريقه؟ كناخذوا كيلو ديال الطحين 200 غرام ديال الزبده جوج معالق كبار ديال لاكريم فريش نص معلقه ديال الخميره نص معلقه ديال الملح على حسب الذوق اللي بغينا الذوق وكناخذوا كاشير داك الاحمر كنحكوه تيعود بحال البودر تنديروا فيه تقريبا جوج معلقات كبار ديال الكاشير باش كتجينا ديك اللون ديال الكروفيت كيجيب لك كولور ديال الكروفيت ياك كنديروا فيه واحد المعلقه ديال الشرم ولا الحوت جميع العيالات كيعرفوها كيديروها في ديورهم ولا كيشروها جاهزه كتباع دابا جاهزه جاهزه ياك كنديروا معلقه ديال سهلوا علينا الحاجه اللي ما بغاش يطيب ما بغاش يطيب معلقه ديال التحميره بودر صغيره كنديروا جوج ريوس ديال الثومه محكوكين ضويمه ديال الحوت وخماره ديال الحلو ما شاء الله معطر في توابل كلشي هذا الشيء من بعد هذا الشيء كنجمعوهم تيكون عندنا واحد البويون ديال الحوت ولا كاع جميع السيدات راه كيكون عندهم اللي كيصوبوا الحوت كيحيدوا الراس ولا هذاك الشيء اللي كيكون ديال هذاك السنسول ولا شي طريفات ما بغاتهمش ولا لي كروفيت كنغليوهم وداك الشيء بان بوكو دو فلوغ وكيبقى عندنا ديما في الثلاجه هذاك البويون هو اللي كنعجنوا به هاد المقادير كنجمعوا به العجينه باش كتجي الريحه ديال الحوت ديالو فايحه بحال بزاف ديال الكروفيت وبالاخص سيلا كانوا لي كروفيت اي القشور ديالو كتطلق ديك وبغيت نقول القشور الكروفيت ولكن سمعت في واحد الحلقه بانهم قال لك ما مزيانينش داك الشيء علاش حيدناه واخا اذا نديروا شويه غير واخا ثلاثه ولا اربعه ديال الحبات مش مشكل احنا بغينا غير المذاق غير المذاق كيجي فيه الطيبه ديال الكروفيت ديال الكروفيت ديال الكروفيت هذاك صح الحاجه هذاك كنشدوه كنعجنوه مزيان كناخذوا المدلك كنورقوه كنقطعوه على مربعات كناخذوا هذوك المربعات كنعاودوا نقطعوهم بحال مثلات بحال مثلثات وكنشدوا هذيك العجينه كنلويها بحال الشكل ديال الكروفيت لا فورم ديال الكروفيت تماما كانها كروفيت كانها كروفيت ملي كتلويها كتعوجها كتجيك بحال الكروفيت وكنشدوا واحد شويه ديال الصانوج كنديروه لها في الرويس ديالها عوينات عوينات صافي وكندخلها للفرن كطيب وكنحطوها كتجي رائعه كتجي زوينه يعطيك الصحه هي الحاجه هذه جديده هذه جديده نعاودوها نعاودوها دغيا في كيلو ديال الطحين كيلو ديال الطحين 200 غرام ديال الزبده جوج معالق كبار ديال لا كريم فريش معلقه ديال الخميره ديال العجينه هذه معلقه ديال العجينه غير معلقه صغيره باش ما يتنفخوش لينا معلقه صغيره ديال الملح الكاشير محكوك محكوك احمر اللي يكون احمر باش يجي ديك اللون ديال الكاشير فيه ديال الكروفيت شويه ديال الشرم ولا الحوت كتكون جاهزه ولا سميتو معلقه ديال الخميره ديال عاديه ديال الباكي شويه ديال الثومه محكوكه جوج ريوس ديال الثومه ولا بغيتي ديري تزيدي ضامه ديال الحوت ضويمه ديال الحوت الا بغيتيها صافي وكنجمعوا هذا الشيء كله بالبويون ديال الحوت ديال الكروفيت صافي كنجمعوها كنورقوا العجينه ديالنا كنقطعوها مربعات من بعد كنقطعوها مثلثات تلويوها كنحلوها على شكل كروفيت صغيره كنديروا فيها شويه الشانوج اييه هما العوين الفرن وكطيب كطيب بصحه وراحه كان امنا نعطيو بزاف ديال الوصفات الحاجه للاسف ان الوقت داهمنا كنا غنعطيو ديال الزعتر كنا غنعطيو كذاك ديال الهريسه بوحده كنا غنعطيو بالزيتون يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال الفقاس ان شاء الله مره اخرى نعرضوا عليك عطينا شي واحد ديال نعرضوا عليك ونكملوا الحديث ديالنا على الفقاس مرحبا بك غاليه وعزيزه ربي يخليك الحاجه وانت كذلك طولي عمرك وخليك وليداتك بارك الله فيك هذه كانت حلقه تكون هذه الوصفات خفيفه على قلوب ديالهم ولا كانت شي ملاحظه مرحبا مرحبا احنا دائما راه الاشاره